السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيتها المرأة، السلام عليكم الأمهات، الزوجات، البنات، الأخوات، الحفيدات، سلام الله عليكم. نتمنى من الله أنكم بخير وعلى خير، وأن نهاركم يوم ديال الجمعة يكون داز بخير وعلى خير، وأن أحوالكم، صحتكم، وعائلاتكم كلهم يكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارككم معايا واحد الفيس، واحد الحب عندي ديال الصبابط. كان عندي هوايه ومحبه ديال الصبابط بزاف، ما عرفتش هاد الفيس عندي واحد الادمان عليه. يعني نقدر ما نشريش الحوايج ديال اللبس، ولكن الصبابط، كان صبابط، صنادل، لي بوط، المهم اي حاجه عندها علاقه بالرجل الا وكتلقاني مقبله عليها، فيما نلقاها خصني ضروري نشري شي حاجه منها. لذلك هاد الصباح كنضرب الدوره انا والحاجه، مشينا تقدينا شي حاجه، وبغيت نشارككم في هاد المشتريات اللي شريت، نشارككم فيهم، وكذلك نخليكم مع جولة في ان شاء الله في البوتيك اللي شرينا منه، وتشوفوا الموديلات وكل شيء، علما ان بزاف اللي غادي يشوفوه من الناس اللي كنعرفوا كل شيء غادي يلقاو بان الموديلات ديجا شويه فات لي مود ديالها. احنا معروفين، احنا في مناطق جبليه هنا، احنا اخر ما كيوصلنا لا مود، اخر ما كيوصلنا الموديلات الجداد. يعني كتلقى الناس اللي ساكنين في الدار بلا تبارك الله، الموديلات اللي كيخرجوا الطوب، كيخرجوا كيضربوا نيويورك، كيضربوا لندن، باري، كيضربوا كازابلانكا حتى هي، لان معروفه من مدن العواصم العالميه لكثره الاستهلاك فيها، وبانهم كيكونوا لي موديل فيها، وميلانو، يعني هادو مدن معروفه بلي موديل، سواء في اللبس او في الصبابط او في كل شيء. نتمنى من الله ان تعجبكم هاد الجوله اللي غديروا ان شاء الله، وبغيت نوريكم بعض المشتريات اللي خديتها. واختي ما تنساش ذكر الله كثير، ان اليوم كانت الجمعه، قد ما حاولنا ان نرطبوا لساننا بكلام بذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللي يكون عندنا الاجر والثواب. بغيت نشارككم اش خدينا هادو، هما مشايات ديال الدار، زوينين ديال الجلد، زوينين، ها مشايات خديناهم، رجلي راه شويه كبيره كبيره وعريضه، يعني مشايات عاديين ديال الجلد، مريحين، خفاف، يعني تخدمي بهم مريحه، تمشي بهم ما يضبروك ما والو. وخدينا كذلك هاد الصبيبيط، ها هو فكرني في مونشي شوي، كان اول عيد جي دوزتو مع الدار، وكان شراتو لي اختي مدس محمد خويا الله يرحمه ويوسع عليه، كان شرات لي مونشي شوي، كان خداتو لي في الازرق، هذا ذكرني فيه تماما، تا هو العرض، لان المشكل اللي عندي انا ديال رجلي اعراض، قصيورين صغيورين ولكن اعراض، ها هو تا هو خديناه، تا هو اثمنه مناسبه ماشي. ومن بعد نخليكم ان شاء الله ديروا واحد الفرجه باش تشوفوا. خدينا هادو تا هما لقيناهم سولد، لقيناهم بدي سولد، شامبوان والبلسم ديالو، هاهوما خديناهم صول، هاهوما. وخدينا هاد إين كريم، كريم ديال اليدين ديال الخرطان، ها هي كريم أماني، ونا كريم كريم ديما. هادشي اللي تقدينا اليوم، وبغينا نشارككم في هاد الجوله اللي قمنا بها الصباح وكل شيء. نتمنى من الله ان طرقكم وتعجبكم، ونخليكم ان شاء الله اختي ديروا الجوله في هاد المحل اللي تقدينا منه. نتمنى من الله انها تعجبك، وما تنسيش ذكر الله دائما وابدا، وما تنسيش الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونخليك دابا في جوله مع هاد البوتيك اللي تقدينا منه. اذا سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Gracias.